أيها الأحبة في الله، بشر رمضان مبارك وحي يرى إن جحك تي مار ما كون وحلاج مار ما رفوح مسلم كأه إنه بطل قلب. حديث النبي عليه الصلاة والسلام حليه النبي عليه الصلاة والسلام افعلوا الخير دهركم أختي إن زمن كورن خير كسمية خير كوقت والقوم مفتوح هاي مأمور نوكيه الروح مسلم كائن السمية كده داله. لكن النبي محمد الرعي عليه الصلاة والسلام وتعرضوا لنفحات من رحم رحمة الله حضوبا بحضان وددالكم بحسان نفحاتك يا وناك إلهي سبحانه وتعالى خيراتك وبحينها يا بشا بمعنى وقت يضا سد إراض وبحين إلهي نفحات يا رحمات يا وحليها وناك إراض وبحين قفق الربائي من إلهي السيا سبحانه وتعالى يقوى السيبا إلهي وحد ودي ستان سبحانه وتعالى إنو عوراتك إنا أسطره أفسدي إننا وآمي يا رب سأس الله النبي عليه الصلاة والسلام وحاجة مواسم هي واختيار قارة وإلهي أبحش سبحانه وتعالى أقول ترك لي إن أدوانك مسلم كوكفا إذا استو أعمال تغبضا ويقاوان تهي لكن إلهي خيرات آذ فربضا يا وقات فاضلة وأعمال شاء الله 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 وهي الله بضين هاي أيو إلهي السي سبحانه وتعالى وحانا كم إذا وقوة وقوة خير كبير بركاتك بضنها بشهر رمضان حلو بها هي الروح المسلم كأمرك إنه كفى إذا استوقتك عصم موسم كخير جاء إنه قلبي ستوصى إلهي سبحانه وتعالى وناك كم وجيه فلو صدق الله لكان خيرا لهم قفك الصدقية والربعة وجدت يددالة مركو إلهي سبحانه وتعالى خيرتي وناك وقلبي سكم وجيه جوالي سيه فمنه سيه لغن كيسه إلهي وافجيه سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا أحيانا أقوم يمسن الله بها يا روح مسلم كأه إنه بشأن قوقا بلا وحا كم بدا استغفار توبة كين نقشو إلهي سبحانه وتعالى الله بنهي إنه استغفار تبديه أحيانا الذنوبته عليس بيلادها ثقل بضن بيلادها أفكم مهما الذنوب تبت صدوية معاصرية حمانتا وحابة هي وهس جيسة يعليس كعبادة كسارا هي عبادة حمد إيسا بضنيسا. ولذلك حسن البصري أي قال وحي وشا قطير هذه صلاة الليل كما ركع إلامه دابي قدت صالحين انت ما هنا لصلاة صلاة الليل كأي كتقان عادية رقم بيوهي. ولذلك إمام أحمد نين توسو مرتهمين كعوائي بوحو تلماوي إن السلسلة صحيح دائمي كصالحين تغنك سن حصل البصري مركو حلويري وحكري لانها إن صلاة الليل فوق عنه وركاسو وحو يري معاصدة يا إذن قيدي وإذن دورتي وإذن حيرتي معاصدة روحة خيرك ويكاب صليسا حبني يسو مجد جبن خيرك وناك وليس بودريم هيا وحيرا عبادة ودبسان هيا وليس يدبكوا ذنوب تاسي معاصدة صحة مركو ما يشاء الله قصاري كرا استغفار يا إلهي سبحانه وتعالى ذحبدا ولا بتي هدي هذا استغفار تبدي سيد وحي إلهي سبحانه وتعالى وقول رافها يا ذنوب تادا دي هذه إلهي التوبة كانت إلهي وكاتا وأقبلها يا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وحي الله مركو أمم سن أي كم تعالى الإمام الشيخ الشنقيطي والوالد محمد الشنقيطي رحمة الله عليه وحقوه أنا أكسر في رمضان وأقابله وحوي استغفرت الله بذيه ويا استغفرت ملك إنه كده ذلنا طوبة كان كان كده ذلنا بيش رمضان وبيلو فرحة وروح أكو بشارة استسوق لي دي مع شهادة ما هم بيلا جنحة ما هم بيل روح وضري ما ثقل يا عليس ما هم روح إنه ضري ما بيش رمضان عليس إلا يبانيس أبدا بيش رمضان وحوى البر خيرة والرحمة وفتوحات إلهية وإله سود الشنها يا سبحانه وتعالى. ولذلك النبي هو بشارنت يا أصحاب تيسة جاءكم شهر رمضان شهر مبارك كتب الله فيه الصيام ساسو ديك النبي عليه الصلاة والسلام
bishii ramadaan baa idiin timid oo idiin soo gashay, waa bil barakaysan buu dhihi jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam. ilaahayna waajib uu ka dhigay in la soomo. tuftaxu fiihi abwaabu aljinaan watuqlaqu fiihi abwaabu aniiraan aw kama qaala sala allahu calayhi wasalam. albaabada jannada ay furan yihiin, albaabada naarta la xirahayo uu ugu bishaareyn jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam. waxyaalaha muhiimka waxaa ka mid a ruuxa muslimka ah bisha ramadaan inuu ilaahay baryo subxaanahu watacaala inuu gaarsiiyo. dad badan baan gaarayan gaarin, qaar badan baa naga mid ah lagayaba inay gaari waayaan. ilaahay ka bari subxaanahu watacaala inuu ku gaarsiiyo. daabigii dadkii saalixiinta ahaa iyo salafkii sidaas ay ahaayeen, wax badan bay ilaahay baryi jireen subxaanahu watacaala inuu ramadaan gaarsiiyo. ramadaan kadibna wax badan bay ilaahay waxay baryi jireen subxaanahu watacaala inuu ka aqbalo, maxaa yeelay qabuulka ilaahay baa leh subxaanahu watacaala. labadaaba inaad ku dadaashid, taana waxay caddaynaysaa ahmiyata aducaa, ducada nebigu uu tilmaamay aducaa huwa alcibaada, ahmiyada ay leedahay iyo siday muhim u tahay ayay tilmaamaysaa ruuxa muslimka inuu mahadiyo jeer ilaahay weydiisto. maxaa yeelay tawfiiqda asaga haya oo fajinta asaga ayaa leh, wuxuuna ilaahay sahlin ama kuu fududayn ama ku waafajinna ma heli kartid mana gaaraysid, ilaahay weydiiso subxaanahu watacaala. acmaasha khayrka iyo wanaagga ah oo la rabo ruuxa muslimka inuu u diyaar garoobo waxaa ka mid ah qiraa'atu alqur'aan alkariim, inaad intaan ramadaanba la gaarin talagal aada samaysid. maxaa kuu qorshaa? maxaa kalaamka alle qorsho kaaga ah? waan is ognahay oo kalaamka alle sidaan ku nahay oo nagu liidana waan ognahay. akhrintiisa iyo tadaburkiisa iyo fahamkiisa iyo waxaa weeyaan inuu nolosheena wax ka bedelay intaba meeshaan ku joogna waan ognahay. marka calalaqal markay ugu yar tahay bisha ramadaan wax ma ka bedeli kartaa xaaladaadii ramadaan macnaha qur-aanka. bisha ramadaan waa bisha ilaahay qur-aankiisa uu soo dejiyey subxaanahu watacaala u doortay. bisha ramadaan iyo qur-aanka calaaqo aada u weyn ayaa ka dhexeeya iyo xiriir aada u weyn. maxaa qorsho ku ah kalaamka alle subxaanahu watacaala inaad samaysid oo akhridid? imise qorsho ku ah? maxaa yeelay waxaan qorsho lahayn oo hadaf aan lahayn iyo gool aad ku hiranaysid waxba lagama qabto. si cashwaabi hoo iska dhex orod inaad waxu samaysid maaha, waa inaad ku talagashid. maxaa qorsho ku ah qur-aanka kariimka bisha ramadaan? ma hal mar inaad dhamaysid? ma saddex jeer inaad dhamaysid? ma ka badan inaad dhamaysid? maxaa qorsho ku ah? walaa taqul ashawaaqilu kahiira, ashawaaqilu laa tantahi. waxyaalaha shawaaqisha ah ku mashquulinahay iyo danahaaga iyo umuurahaaga marna dhammaan mayso, laakiin waa inaad awoodid ama aad ku talagashid danahaaga iyo xaajaadkaaga faraha badan qayb ka mida intaad ka tegtid bisha ramadaan inaad khayrkii wanaagga ka faa'iidaysatid oo kalaamka alle subxaanahu watacaala tilaawada kitaabka alla aad badisid. saasay ahaayeen daabigii iyo caadadiis dadkii saalixiinta ay wanaagsanaa. kalaamka allay akhrin jireen subxaanahu watacaala wax badan bay qur-aanka khatmin jireen. khatmiga qur-aanka in la dhammeeyo wax badan la dhammeeyo waa maqsuud. kathratu tilaawa waa loo baahan yahay, ajirkan ruuxu waa ka helahayaa biidnillaahi alkariim. saasayna dadkii salafka ahaayeen inay khatmada badiyaan qur-aanka kariimka ah, ilaa la sheego in ay saddex beri ku dhammayn jireen, ka yar ku dhammayn jireen. alqisasu fii dalika kathiira. ruuxa muslimka marka inuu ku talagalo oo kalaamka alle uu waqti siiyo oo uu ka faa'iidaysto bisha ramadaan, walaalayaal, ruuxa muslimka waxaa loo baahan yahay inuu ogaado inay tahay shahru maqfira, bil dembi dhaaf la helo oo ilaahay addoommadiisa dunuubtooda dhaafo, oo ilaahay addoommadiisa u xoreeyo, oo ilaahay subxaanahu watacaala addoommadiisa darajaad uu siiyo. sidaa darteed waa inaad ku talagashid wanaagiiyo khayrkaas iyo maqfiradaas iyo dunuubta la dhaafahayo sidaad ku heli lahayd, asbaabteedina aad qaadato oad ku dadaasho. nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xadiidkii macruufka aad garanaysaa, nabigu calayhi salaatu wasalaam mimbarkiisa markuu fuulahayay ayuu saddex jeer aamiin 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 yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam. waxaa ka mid ahayd ruuxii bisha ramadaan ay soo gaarto oo aan loo dambi dhaafin ilaahay ha fogeeyo. xadiidka qaar radima anfun, waxaa sankiisu dhul dhacay oo gooroobay oo ayaan darsaday ruux bil ramadaan soo gaartay oon loo dambi dhaafin. macnaheedu waa maxay? waa bishii maqfirada,
وبالروح إلهي قارسيه وإلهي أقرأ إنه قارى خيري وناك قارسيه سيدا درتال وإن الروح أصبابتي وكد ذاله مغفرة وكهر لها وبشر رمضان أين بله كرولا من نقل بشر شعبان نبي قوح الشيء عليه الصلاة والسلام حديثي سكم إذا حديث صحيحة رمضان الصحيحين مركي لكارا النصف من شعبان إلهي سبحانه وتعالى دوم دي سيرو دم داف هاي وحان كاهين مشرك أو مشاحن قف مشرك أما قال نوا كسوغا يقف مشاحن وعداو يغل يبغض معناه وحويا بغضاء يوحى ويا محيالا من قلبي قولالك وها يوحى كاهين صادرت حيالا مهم كاوحى كبدا قلبي قاعد نظيفي قال ابا جرت الى يقول سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم سلامة الصدر ومطلب مهمة والله قام مرمانا وقف ربو مسلم لو بهاني هاي في كل وقت ومهم حيا لي اعمال شاضة اي الله قيابا ان الرفعين وعلى ما الله قيابا ما هي نبو قتل ما من الرفعين وعمل كاسمين يسي نبو قتل ما عليه الصلاة والسلام مالمها قال إلا رفعينا هي سنين تي خميس تي شعبان تمعنا وحويانا عماش الله رفعيه إلهي قدوم ذي سأود بالآفة سبحانه وتعالى وحمر والبلا الشيء هاي الله تلمامي حديث هاي تلمانتي قفك مشاحن كا وقلبي وحمان تكو هاي ولالك حذا وده وهاي وحويانا سيجي ولالك حذا وده ويود حيسو إن الله دافي دنوبتي إن الله دبلي هاي وحن أحيس وحن ابنان هيان قلبك هاك مركز نظيفي ومسلمين تقلبك هو نظيفي وحقد حمان تقلبك هاك كسار وقلبك هاك نظيف هان رغضو ديك الأعماش هذه أيات دباتين نيسا يضحى ويان اسكها الله نيسا أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد أيها الأحبة في الله، روح مسلم كعب حديث أنس رضي الله عنه وحتى الإمام هي أنس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. نبي عليه الصلاة والسلام وها تدك كنوه درسسن وغو جوادسن سكار النبي وها عليه الصلاة والسلام جود كيسية درس النبي دي سأقوب بني وإنتي هري عادة هان سدو لهان شري كسي بني وقتك رمضانك وزيت المامي إنو النبي عليه الصلاة والسلام خيرك وقدك دك بنا من الريح المرسلة طبيشة إلهي قدري ومال إلهي وأمر وصعطة سيدو ليرين نيسو حاول معنا وحاويان دك دك بنا نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحلو بها يا روح مسلم كابيش رمضان وحيا روح تلقى لها يعني كم من نقطة إنو صدقات بضيو وحاويان كعنتي سفورة مساكينتا محتاجينتا تذكر ربان إنو حاويان كعنتي سفورة أفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى وحكرني سنة النبي التلماوي سرور تدخله في قلب المسلم روح مسلم وقلبي قيسة في حد قلسين وحذبتي إن ضد بضن أول عليها أنا ومسلمين وليس يضا هايستا لباتوين كهايستا أونك يهرادك أي كتران أبارها أي وفتك عن لدارة دع حيان كتران إن بضن وكم بضا حلقيا وأفرك إنتو بيا حقه ينو صداق الصوم محاقش ركع هنا ضد كاس كلور قبتي ساكين تاس إن لا عاوية إفطار صائم كه يروح مسلم كايلة ذا فريسي صداق على أجر آد ويبولي أجر آد ويبولي نقول عليه الصلاة والسلام من فطر صائما فله مثل أجره أو كما قال صلى الله عليه وسلم روح الروح صائمة أفرية وأفر كيساسية أجر كيسة من لم يذهب ليه سواء أجر كيسة غير مصقامي كان صائم كاي صومان والله فورن هاي صوم كاي مركا ذيك كل جواده ودائنات صومتد
لكن واحد هو داينات إن بضم أو كله صوم كودي أجر كودي أدينتي لا بد أحكي يلتي تذكر باهن أو دباتيسن أو أنو جنا هيني سوحي لكرين أو ميلا بضم أو كله دوان شوقت قرن إنسان أو قارهان هذا حالة هذا كتيرة هل سود داين لافريو أو روح أو كتلة قالوا أو اللي بوحي رأي باكو فيلان معنا لقيا الله هنا يكون فيلان عتيه أنت هو بضم هذا فلان كرتي أز كتلة كشيب بشهر رمضان خير كي وناك أضحى ويان روم والبو ديريسي روح مسلم كا الباب والبو خير وين القراعة والباب والبو خير وقدر صدق حيا الكاسة يتنافس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون باب والبو خير إن كم وقت وشهاده نبي محمد بحنه عليه الصلاة والسلام إن أهل الخير فهي الباب والبو الجنة مقع وقريها أبو بكر رضي الله عنه والنبي قلت المام عليه الصلاة والسلام قلت المام الباب هذا جنة السديدة مركب وحي النبي عليه الصلاة والسلام وحكم إذا ضدك قف باب الريان لو قي يريدون باب كي صومك صومك قف آذ هو ناكس أنا يقو في عنا يقو إعد ذالي تري الباب لو قي يرو الصدقات كمي لو قي يرو باب الجهاد مي لو قي يرو الباب بضن طاعات يا خيرات أي الله قوي حدوانا ضدك وقف بق ومد كعام بحاي وقف في عام مكان بكر بروح يري ويدينا بالله قف كي الباب والله جاي روا على كشطي لكن الباب هذا قف لو جاي رهيب بتشرب النبي عليه يقول النبي عليه الصلاة والسلام تلك هي الهمة العالية همة الرئيسة قيمة عليه روح مسلم كا هذه يجرب بهن يعني كوف كرونه من فوق في الصلاة أو كوف كرونه وحيد من الدين تام ما يوفرن والله أنا ضدك حتى وحيد عمو مالي أنا علشان تصرعات وكذا أنا لو ما عندي مقرأ أخرية أنا لو ما عندي حزب أخرية وأنا تكون في كتب وقاعد تضد بقى كاهم رأي مرة والبا تضد كاهم رأي وقال كرتام أنا أخوي أنت يكسن كرتين أتكذب تكتب أو بكر مركا يريه تضرب هذا الباب والجنة ضوء إلا يجي أنا خلا بتشي راح تضرب هذا الباب اللوجي رهيب نعم بينو عليه الصلاة والسلام وأرجو أن تكون منهم مركا باب والبا يا خير والبا يا وناغ والبا او بشر رمضان وقف ايدي سنكتي وين وقف ايدي ستي بصيامه بقيام لياليه همين كينا استاكتي وصلاه ترى محيط هذا المسكرين وقلت لك انت دتك ولما امامك ادو سبرتي تو كرمين هيو اجر ليرا الله الى الله بدل كادو تقول او ترين هاي ومعناه حويا افطار كقي قادتي ومساكينتي كفرحنتو ذات كقي قادتي ومسلمين تمعنا وحويان حاجات كويدة دنوه وضينا دو حكوك ديات كي قاتل والباب والباب خيري وناقا أذكر عديد بشهر رمضان ونصوقا بالصال إلهي أنا قارسيو أعماشي أن الإلهي سبحانه وتعالى من مقبول الله كرقو صوم كيذي قيام كيذي خيرات كيذي إلهي أنه سهلو نفحات كي رحمات كي بركات كي إلهي مبحينها سبحانه وتعالى كوي إلهي بأوفر الحظ والنصيب كسي الله نقرقو صلوا وسلم على النبي المصطفى والرسول المجتبى اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اعداءك اعداء الدين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ات انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اقم الصلاه